تلك حدود الله ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولهم عذاب وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أحسنت، الله يسر عليك. خذوا أداء فضل بعض. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من لا ديما نستنبو الابتداء بكلمة تجري نبداوش الآيات تقول تجري من لأن السامع يتخيل أن هذه الجنة تجري وهذا معنى مشوش بل هي في مكانها مستقرة ثم الوقت والابتداء هذا علم الكليس نعرف منين نبداو ومنين نقف فهمت كيف؟ باش نوقف عليك الكسرة هذيك ها ندخله جنات أما ما تبداش لحظة تجري من تحتها الأنهار لا هي ماهيش تجري ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار قال تنجم تاخذ ندخله جنات من بعد ترجع ندخله جنات تجري مش بشرط يزيد تكفك المطلوب ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مقصود وذلك شوية وتشوش برشا أقرأه بشوية مش نجم نركز معاه نعم وذلك الفوز العظيم نعم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين خطأ وقت يقول وله عذاب وله راهي وله وله شفت محلاها ما بدنا وله عذاب وله عذاب مهين وعذاب لصحة أي شيء عذاب مهين لو تشوفوا نهار الخميس الجاي ساعات يقرأ واحد أربع أسماء دون خطأ تقول أنت علاش أنا ما جبتش له يحصلوا في نفس الكلمة دفاع التجويد هذا أربع أسماء هو دون خطأ لكن الأخطاء التجويدية مش عارف فهمت كيف؟ ما الوقت اللي يجيهم هو كمحكمين وقلنا وله عذاب شيء هذا حكم غادي عدد يقول له انا ما عنديش عذاب يقول له قول عذاب مهين ثم فرق صح عذاب شو اللي تولي با بينما هي عذاب مهين شو ما بنا وله عذاب مش بوم تولي با شفتوها هذه هو مسجل هذا وله عذاب عذاب شو الشفتين علاش قال لك هو القران لا بد من المشافهه وله عذاب عذاب بين تضم ما مشيت للساكن عذاب مهين وله عذاب مهين أيه.
يحبون أن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قم اسمعك قم حط هنا المغادرة قم عليهن أربعة منكم اسمعها مني منكو ما هيش منكو نفس الحركة ونفس انطباق الشفتين لكن الصوت مفخم منكم كاكو كاكو نعم استشهدوا عليهن أربعة منكم نعم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أحسن بارك الله فيك نعم تفضلي بعد تلك حدود الله ومن يطع الله هذه صحة ايش عمل الها دي غلط تلك حدود الله تلك حدود الله كل واحد ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري جنات ممكن اقول للسيد بليغ لا تدفع لا ما تبدا لا ما تجيش ندخله جنات تجري لا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار هي مستقره فهمتها السامع الخير زعما يكون الجنه هي تجري عندها سفينه تجري ومسافر لا مقبل ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ندخله جنات أكبر أما تجري يذهب تبدأ ولا تدفع لها تلك حدود الله ومن يطع الله ندخله جنات الله والرسول ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله يعصي كل الحروف فاتقيه ما عدا الصاد ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بارك الله فيك نعم واللاتي يأتين من في عقلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم شو سيدي قرأت بيه لكن فيها برشا غنى هذه توقف تقول أنا مثال والذي يأتينا الفاحشة قاعد نستعمل في أنف مخرج الأنف خاص كان بالنون والميم المشددتين ها؟ ايش يقول صاحب المنظومة يقول وغنى ميما ثم نونا شددا أكره زوز هو بيحكي على زوز حروف وغنى ميما ثم نونا إذا ما شدد وسمي كلا من النون والميم حرف غنة بدا ذكره باقي الحروف نجيش نقول واللاتي يأتين الفاحشة من نساء ايش قاعد نعمل من الدرج؟ قاعد نقرب خشن لا واللاتي يأتين الفاحشة من اوكي شفت غنة حفظ النون من نسائكم فاستشهدوا عليهم شفت كان النون والميم ما عداها ما تعملش الخيشوم في الحروف اي نعم قول اي واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم
فإن شهدوا فأمسكوهن. فأمسكوا. قال أنا كيف نعرف ضم صحيح؟ عبارة مش قبل والدي القبلة كيف تكون شكل الفم؟ مش مستدير هذيك الضم صحيح؟ هكذا وقت اللي تجي تقول فأمسكوا عليهم أمسكوا فأمسكوا هذا الضمة صحيحة الضمة ما تكون إلا عبارة إنسان مش قبل أمه مو شفتها هو شكل دائري في الشفتين هذا هو علم القياس القبيل في كان ترجع الصوتيات تشوفوا الدقائق كتب يعني ألفوها العلماء ذا مخرج الضمة هذه الثلاثة حركات الضمة قالوا أن العلماء لو كان توصوا تنقل الحركة صحيحة هكذا الضمة والكسرة والفتحة صحيحة بيحاولوا أنه نقرأ القرآن صحيح هذا تجي تقول فاستمسكوا علي يقول لا يضم كانوا واحد تاعي يقول يقول فاستشهدوا دو ضم شفتين إيه نعم قول إيه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم شو منكم كان واحد تاع ريحه من خده منكم كو هذا ضمه صحيحه نعم واللاتي ساكن في اثنين موسع ثاني كنا خططنا انا كرام تجيب ضمه صحيحه حتى كل فوق اتاخذ ضمه برشا جد العصا انت تجيبها العصا جيبها انت هو الشيء اللي دخل تدخل تجيب العصا من جهه انا مطول بالي معك او يتعلم اي نعم الشيخ البارودي او شيء حكم الشيخ البارودي أو توجيه محكم نهار الخميس الشيخ اللي قرأ عليه هو قريت عليه هنا عمره 90 سنة ها وقت اللي كان يقرأ بينه الأحكام بينه من غدوة يصلح من غدوة يجي غدوة نفس الأخطاء عنده هذا أنت أنسى المجمد وهو قاعد يخيط في السورية بتاعه أو قلت هو يحكي لك وكذا فم يومين من الأحكام اللي أعطيتهم الكتاب شيء الشيخ الباروبي ضايع كذا ظهر في عنده مشكلة وملوان ما شد حتى حب بس خبرة داخل قلنا بالكبرة نعم كانوا صعاب ياسر لكن كانوا يحنوا والله علمونا على قاعدة ما يسيب كلمة ميزان تولي ميزان يسمع الإنسان يكون نعم أي قول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن استشهدوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أحسن الله يفتح عليك فضل بعد قول تلك حدود الله هل اسمه ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كيف الوقت نجم نسمع الكل نعم فضل بعض واللاتي يأتين لا واللاتي يأتين المد الطبيعي واللاتي تمدودا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت قالوا وهي لغة من لغات العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب وهكذا ولا على حسب القبائل التي كانت موجودة في زمن النبوة فكانت بعض القبائل تقول البيوت لا تستطيع أن تقول البيوت فهمت كيف؟ فالقرآن نزل بلغته مش ما تجيش قبيلة تقول أنا مش لغة أنا مش أقول مثال والضحى ها؟ القبيلة الأخرى تنجم تقولها فهمني فالقرآن نزل على حسب القبائل العربية التي كانت في زمن النبوة
فبعض القبائل كانت تقول البيوت البي بالكسرة، والبعض الآخر يقول البيوت، وكلهم من رسول الله ملتمس، فكله قرأ به النبي وكله ولغة العرب أي في البيوت أولئك فأمسكوهن في البيوت، فأمسكوهن في البيوت أي بالكسرة تقول في البيوت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيان الفاحشة واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. تستكن عن برش شوي تفهيم وأصلحا وأعرضا لا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما بتفهيم أما ممتاز فضل نعم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك نعم تفضل سيدي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وكان الله إن الله كان توابا رحيما. بارك الله في جيد التاسيب. نعم تفضل سيدي. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله فيك تفضل سيدي سلم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أحسن بارك الله فيك.
تلك حدود الله ومن يطع الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار وباش الأنهار فتح الراء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا بركلم استوم تمكن احزال خالد كي جينا تنميه بعد الفاق شو الحكم فيه نارا خالدا مش هكا سيدي غابت عنك اشياء ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين احسن بارك الله فيك تفضلي بعد نعم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائها